السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان. الإضرابات ما بغاتش تسالي، والتلام ديالنا والأبناء ديالنا مستقبل مجهول كينتظرهم. عديد من الآباء كيتشكاو من هذا الشيء اللي كيطرى في الأسابيع الأخيرة، والخبر الجديد هو أن وزارة التربية الوطنية غادي تبدأ إجراءات توقيف الأساتذة المضربين، والتنسيق الوطني كيندد بهذه التوقيفات وكيرد بقوة. خليكم معنا باش تعرفوا التفاصيل. المشاكل ديال التربية والتعليم ما بغاتش تسالي هاد السنة. الإضراب اللي بدأ منذ أسابيع أو ربما منذ شهور ما بغاش يسالي، فيما كان يقولوا لنا بأنهم لقوا حلول وبأن التلاميذ غادي يرجعوا للتعليم ديالهم أو الفصل الدراسي ديالهم بشكل طبيعي، إلا وكتظهر شي مشكلة عويصة أكثر من اللي سبقتها. وفي هذا الإطار خدات وزارة التربية والتعليم واحد الخطوة كتندر باحتقان غير مسبوق في قطاع التربية الوطنية، حيث بدات المديريات الإقليمية منذ الرابع من يناير الحالي في تسليم قرارات التوقيف عن العمل في حق عدد من الأساتذة المضربين على المستوى الوطني وبعدد من المناطق. وبعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية وتوجيهات إدارية من التربية الوطنية، من وزارة التربية الوطنية ومن المديريات الجهوية في اليومين الأخيرين المباشرة عملية تبليغ المضربين، استفسارات وتحويل الردود ديالهم على مديري المديريات الجهوية. وكما توصلنا بواحد المراسلة توصلوا بها بعض الأساتذة، العملية ما كتشملش التوقيف عن العمل فقط، بل كتشمل حتى توقيف الراتب الشهري للأستاذ المضرب. هذه العملية اللي بشرتها وزارة التربية الوطنية من شأنها باش تزيد في احتقان هذا الملف الساخن، واللي والو ما لقاتش ليه الحكومة الحالية حلول باش يرجعوا التلاميذ ديالنا والوليدات ديالنا الفصل الدراسي ديالهم. ومن خلال المراسلات اللي توصلنا بها، كتعتبر المديريات إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع على الوظيفة العمومية، حيث كتسعى توجيه مدراء المؤسسات التعليمية العمومية إلى تنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين، ومباشرة عملية إرسال رسائل الإعلان بالانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة بالوسط الحضري و72 ساعة بالوسط القروي. ورغم هادشي كامل ما صدر حتى شي بيان لحد اللحظة أو تعليق رسمي من الوزارة الوصية على القطاع على المراسلات اللي انتشرت بشكل كبير عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق واتساب. لكن التنسيق الوطني لقطاع التعليم صدر واحد البلاغ عبر من خلال ديالو عن تضامنه مع الأساتذة المضربين اللي صدرت في حقهم قرارات بالتوقيف عن العمل وإحالتهم على المجلس التأديبي اللي غادي ينظر في الملفات ديالهم وشوف تشوف شنو غادي يصدر من قرارات في حقهم. طبعا هنا الخاسر الأكبر هم الآباء، هم الأمهات، والخاسر الأكبر من هذا الشيء كامل هو التلميذ اللي كيضيع في المستقبل ديالو الدراسي وفي سنة دراسية كاملة، حيث وصلنا لشهر واحد وباقي ما كاينش ما بينش معالم ديال موسم دراسي بحق. ما عرفناش شنو هي الحلول. الوزارة دخلت شحال من مرة وداروا اجتماعات مع التنسيقيات، ولكن والو. فيما كيقولوا كاين حل إلا وكيبان مشكل عويص كيوقف هاد الحلول وما كتطبقش على الأرض الواقع، وبالتالي الأساتذة كيرجعوا للإضرابات. المهم هنا في مدينة الناظور توقفوا حسب العلم ديالنا حوالي 6 ديال الأساتذة، وعدد كبير على المستوى الوطني اللي تم الإحالة ديالهم على المجلس التأديبي واللي غادي ينظر في القرارات اللي غادي يتخذ في حق هاد الأساتذة المضربين. والساعات القليلة القادمة غادي تحمل مفاجآت أكيد، لأن هاد الملف كيبان بأنه سخون وباقي فيه بزاف ديال المشاكل وباقي فيه بزاف ديال المتاعب. وكما قلنا قبل لحظات، الخاسر الأكبر هو التلميذ اللي ضاع في حقه الدراسي، والآباء اللي ما لقاو جهد، خصوصا الأسر اللي الدخل ديالها محدود، حيث الآباء اللي في استطاعة ديالهم حولوا التلاميذ ديالهم أو الأبناء ديالهم نحو القطاع الخاص، ولكن الآباء أو الأسر ذات الدخل المحدود حاروا شنو غادي يديروا مع هذا الوضع اللي طال وطال بلا قياس
نتمنوا السلامه ونتمنوا الخير للوليدات ديالنا ونتمنوا باش يلقاو شي حل ويرجعوا التلاميذ للفصل الدراسي ديالهم، لان هذا الشيء طول بزاف ولا صعيب بزاف على مستقبل التلاميذ. تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.